السلام عليكم، معكم الفنان حميد النرزاف. هذه الدورة 19، يعني تحت لنا الفرصة باش نشاركوا في مهرجان ديال تيميتر، لأن ما تحتش الظروف باش نشاركوا العام اللي فات نظرا لديك الفاجعة ديال الزلزال اللي كان. وكنتمناو ندوزو وقت زوين مع الجمهور ديالنا بعدا اللي تيحبنا واللي كنتميو ليه وكينتمي لينا، وفي نفس الوقت هذه فرصة أخرى باش نبارطاجيو الفن ديالنا اللي تنديرو من بلادنا مع ثقافات أخرين اللي جايين من العالم كامل، ومع الضياف اللي جايين من جميع المناطق ديال المغرب وديال خارج المغرب. وكنتمناو ندوزو معكم وقت زوين، وتبارك الله عليكم والله يحفظكم. خصوص الجديد ديالي، اخر عمل يعني خرجته غير في يعني المناسبه ديال عيد الاضحى، وان شاء الله راه خدامين على الجديد اخر ان شاء الله، كنوجدوا فيه شويه بشويه. ملي غادي تجي الوقت ديالو راه غادي يوصل عاوتاني للناس المهتمين. دابا كاع اللي كيقلب على الجديد راه كيمشي للشين ديال اليوتيوب، راه كيلقى هذا هو هذاك هو المنبر، كل واحد كيدير المنبر ديالو، وفي نفس الوقت كيكون منبر لمن لا منبر له. هذاك الشيء بالنسبه لهذاك الشيء دابا ديالنا، هذاك الشيء ما غاديش تعتمد عليه لا باش تعيش به ولا باش فهمتي. بعض المرات ما كترضى به حتى المصاريف ديال هذاك الشيء باش كيطلع، ولكن لابد يكون حيت كما قلت لك هذيك هي دابا الحاجه الوحيده فاش كنتواصلوا مع الناس ديالنا اللي تيعرفونا واللي تيعرفوا هذا الشيء اللي تنديروا اللي تيحسوا به في المغرب وخارج المغرب. حيت بزاف ديال الفنانه هذاك هو المنفذ ديالهم الوحيد، لان المشكل بالنسبه للقنوات اخرين وبزاف ديال لي زيفينمون اخرين ما كيبانوش فيهم، ما عرفناش علاش كاين شي خلل تما، واش عن بقصد ولا عن غير قصد فهمتي. هذا الشيء كنحب نخلي ذوي الاختصاص يهضروا فيه، حيت عارفين شنو كاين، يقدر هما تكون الرساله ديالهم مفهومه مزيان الا جات من عندهم هما، احسن ما تجي ما نقولوهاش حنا ما غاديش نقولوها. وخصوصا الانسان اللي يلاه غادي يبدا وما عندوش اللي يعاونو وما عندوش ان سبونسور اللي يتكلف به، واخا يكونوا عنده بزاف ديال الافكار وديال المشاريع يبغي يحطهم على وجه الارض، ما يقدرش، لان ماشي ما باغيش، ما كاينش اللي يعاونو، حيت الفنان بوحدو ما يمكنش يدير كلشي بوحدو. احنا الحمد لله عندنا الله سبحانه وتعالى والقاعده الجماهير ديالنا اللي عندنا هذا الشيء اللي كاين، من غير بعض الاصدقاء المقربين الله يجازيهم بخير والله يطول لهم في العمر، بعض المرات ما كنعرفوهمش كاع والله الا كيعيط وكيقول لك ما خص شي حاجه ولا كاين شي حاجه فاش نتعاونوا ولا اسميتو. اما بالنسبه لهذاك النيفو علاش هضرتي، لا ما كاين والو، لا في هذاك لوكوتي لا ما كاينش. المسألة هذه إلا ما كناخدش أنا، ماشي غير أنا، حنا محسوبين على رؤوس الأصابع، ما كناخدوش حنا المستحقات ديالنا اللي كنستحقوا، وكاينين الناس اللي غرب على هذا الميدان هذا فهمتي. راه هضرنا مع ذوي الاختصاص في هذا الشيء إلا بغاو يفهموه، لأنهم حنا مستعدين نديروا في كل حاجة اللجنة ديالها، أي اختصاص نديروا ليها اللجنة ديالها، وديروا أنتم اللجان ديالكم. راه كاينين بزاف ديال الناس اللي دخلوا لهذا الشيء دابا كيديوا المستحقات ديال الناس اللي هما فنانة وفي الدومين ديال الفن ومعترف بهم، ولكن هذوك الكثار هما اللي كيديوا دابا المستحقات ديالهم، حيت ما عندهم علاقة بالفن لا من بعيد ولا من قريب. ضحية، ما يمكنش فنان دوز مثلا 30 عام ولا 40 عام فهمتي، والكارير ديالو والقاعده ديالو كتلقى مقاد مع واحد خينا ما كيعرفوه الناس، حتى الناس اللي ساكن معاهم في الزنقه ديالو، وكيقبط داك الشيء اللي كيقبط هذاك الفنان اللي عنده القاعده ديالو عنده مثلا 30 عام ولا 40 عام في الميدان. دونك هذاك الشيء خص تعاد فيه اعاده النظر، وراه قلنا لهم وصلنا لهم هذا الشيء هذا الى بغاو. دابا كتبقى مساله ديال الضمير واللي غادي يتاخذ القرار في هادشي.